ما قعدش في المسيلة بزاف هنا المرحوم، زاد هنا في العرقوب وراح القرا في بوسعادة، ومن بوسعادة من النضال تاعو ما قعدش في الوطن بزاف، وقعد في الجزائر وعاش في منه ومنه، ومن بعد من الاستقلال راح للمغرب عاش في القنيطرة ثاني، حتى نلحق الوقت اللي عيطوا له من أجل الجزائر راه جاسي محمد قام بالمهمة تاعو، ونشكره يعني للجمعيات هما اللي راهم يتفكروا سي محمد بوضياف، ما كانش يعني الجمعيات والشباب، لكن السلطات هذه ما يش يتفكروا. زعيم كيما هذو نورمالمون راهم يديروا ان بروغرام لهذا الزعامة طول لهذا الشيل هذا اللي راه كأسرة عائلة محمد بوضياف، يعني نستأسفوا على الزوتوريتي اللي راه مش يعني مش مدين أهمية لا ستاتيو هذه تاع سي محمد في المسيله هذه، ماهيش لا ستاتيو هذه نورمالمون، راه ستاتيو مليحه وراه كولايته ما سقط راسه، حنا نطلبوا من السيد الوالي فاني يدير مجهود باه يبدل لا ستاتيو هذه اللي راه مديوره، هذه محمد بوضياف ما يستاهلش لا ستاتيو هذه، لازم حاجه اللي تشرف سي محمد وتشرف العائله وتشرف الجزائر كامله.